Das Morgengebet? Die Bedingungen des Gebets. Vor dem Gebet müssen 6 Bedingungen erfüllt sein, ohne die das Gebet im Normalfall ungültig ist. Dies gilt bereits dann, wenn nur eine Bedingung nicht erfüllt ist. Diese Bedingungen sind unabdingbare Pflichten, Fahrt. 1. Rituelle Reinheit des Körpers. 2. Rituelle Reinheit der Kleidung und Bedeckung der Blöße. 3. Rituelle Reinheit des Gebetsplatz. 4. Einnahme der Gebetsrichtung, Qibla. 5. Einhalten der Gebetszeiten. 6. Absicht zum Gebet. Unabdingbare Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets ist natürlich das Bekenntnis zum Islam selbst. Dieses Gebet, das Morgengebet oder Fajr, wird in der Zeit zwischen dem Beginn der Morgendämmerung und dem Sonnenaufgang verrichtet. Man soll 2 Rak'as als Sunnah vor dem Morgengebet verrichtet und dann verrichtet 2 Rak'as als Pflicht. Jetzt lernen wir, wie man das Morgengebet verrichtet. Allahu Akbar. Dua, zu Beginn jedes Gebets. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Wa tabarak ismuk. Wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghayruk. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله، والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.